اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من قناتكم قناة السبكي. طبعا كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان واحنا مختفين بقالنا خلال شهر رمضان، بس اوعدكم ان احنا ان شاء الله هنرجع لكم تاني ونرجع بقوة. النهاردة بقى طبعا قلنا كده يعني لازم نعمل لكم حلقة كده جميلة في رمضان. طبعا شفنا الفيروس كورونا واللي بيحصل، وربنا يسترها علينا يا رب، وكلنا عاوزين نأمن نفسنا ونحافظ على نفسنا من هذا الفيروس، وربنا يحمينا ويحمي شعب مصر. جبت لكم النهارده بقى مكنه جديده اسمها فيجر 059. الفيجر 059 دي مكنه مخصصه لحلاقه الدقن، يعني ما تروحش تحلق دقنك عند حلاق، احلقها في البيت بنفسك. المكنه دي ديجيتال، وطبعا هنشوف مواصفاتها وايه مميزاتها وايه عيوبها مع بعض. تابعونا ونشوف بقى ايه، نفتح صندوق محتوى العلبه. الفيجر مكنه الفيجر 059. طبعا احنا دلوقتي هنشوف محتويات العلبة مكنة الفيجر 59 مع بعض. طبعا دي بنفتحها كده، طبعا هم الجماعة المكنة الصناعة صيني، وطبعا بنفتح العلبة كده بنتلاقي اللي هي المكنة، بنطلع ادي المكنة من هنا اهي، دي المكنة. محتويات العلبة تانية برضو هنلاقي فيها برضو علبة صغيرة داخلية مع المكنة، فيها العلبة المكنة الداخلية دي بنطلعها، بنلاقي كابل الشاحن اللي هو بيشحن المكنه، وبنلاقي مشاط اللي هو الكتالوج، طبعا الكتالوج اللي هو كان معتاد اللي احنا ما بنقراهوش، وبنلاقي طبعا زيت المكنه ماشي، وبنلاقي الفرشه التنظيف، وبنلاقي ست مشاط طبعا مستويات من مستوى رقم 0، رقم 1 و2 و3 و4 و5، خمس مستويات عندنا، ادي 4 و5، وادي كمان ايه 3، وادي 2، وادي 1، وادي اللي هو 6، يعني عندنا 6 مستويات، 1 2 3 4 5، 6 مستويات. انا ارتبهم تاني مع بعض كده، ادي 1 وادي 2 وادي 3، وادي 4 وادي 5 وادي 6. طبعا دي كان محتويات العلبة كلها مع بعض، تمام. المكنة الحلاقة وست مستويات، ست مشاط، وطبعا الفرشة بتاعتها وعلبة الزيت، وطبعا ده كانت العلبة، دي كانت المحتويات. المكنة الفيجر اللي هو التسعة وخمسين مكنة، اولا ديجيتال، وطبعا دي مكنة مش كهرباء، دي مكنة شحن. يعني بصوا عاملة ازاي، مكنة شحن، نظام الشحن بتاعها بتحطها في اليو اس بي وبتحطها في الكهرباء كده، وطبعا كابل يو اس بي، وطبعا اي حاجه، اي كابل، اي راس شحن عندنا هيشحنها. اهم حاجه في المكنه ان فيها شاشه ديجيتال، فيها شاشه ديجيتال، يعني بص عندكم كده، ادي كده المكنه شغاله، بص بتديك ايه، بيديك ال 88% ده مستوى الشحن. طبعا المكنه دي ثلاث مستويات، ادي 1 2 3. لما نيجي نشوف المكنه كده وسن المكنه تلاقيه، عشان تعرف المكنه دي كويسه ولا لا امسك سن المكنه، لو سن المكنه معاك سريع اللي هو راس الشفرة سريعة، اعرف ان السن بتاعها ده حاد وقاطع. المكنة سهلة الاستخدام وفي الايد، طبعا احنا طبعا الراس بتاعها اللي هو النيكل دوت، الراس اللي هو الشفرة بتاعتها نيكل، طبعا مسنونة. المكنة دي مخصصة بس لحالات الدقن، تحلق بيها دقنك وليس للشعر، عشان الشعر ليها ستون تانية. طبعا هتقول لي طب مميزات المكنة دي ايه؟ هقول لك انها خفيفة، فيها ست مشاط تقدر تحدد بيها دقنك وتقدر تخفف بيها دقنك. بتجيب زيرو، بتجيب زيرو لما تيجي تجربها كده اهو، يعني بص انا عندك على الايد كده اهو، لما اجي اجربها كده على ايدي، فيعني هبص اهي بدات تعمل ايه، تعمل زيرو، تعمل الزيرو. طبعا بصوا عندك كمان باقي حسب المستوى، عاوز المستوى الثاني الثالث، بس طبعا لما تعلي الثالث المستوى الثالث البطاريه معاك بتضعف بسرعه، فانا بنصحك انك تكون على المستوى الثاني مش الثالث. دي كانت المكنة لذيذة، وسعرها كمان في متناول الايد، يعني في حدود 200 جنيه، مش غالية، وبتقدر في متناول الايد، ونقدر ان احنا نجيبها وتبقى استخداماتنا الشخصية ونحلق بيها دقننا، وتبقى استخدامات شخصي، ممكن تحلق برضو بيها يعني اجزاء من ايدك، اجزاء من المناطق الحساسة، مش من النوع اللي بتعور. المكنة جميلة وسعرها حلوة واقتصادية، ونوعها كمان جميل، فيجر 59، مكنة فيجر 59 من المكن اللي انا بنصح انكم تشتروه، وعشان يعني الوقت اللي احنا، الايام اللي احنا فيه ده، وربنا يسترها ويحفظنا، وان شاء الله نشوفكم بحلقة جديدة، ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي. طبعا مش هنساكم تنسونا بقى
من الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب ونعمل كومنت، واشوفكم ان شاء الله بعد العيد، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.